السيد الوزير في الحقيقة والله يقسم شي حاجة ماشي هي هذيك لأن لما كنرجعوا حنا كاملين ولاد فلاحة وكنعيشوا مع الفلاحة لكن لما كنمشيو ما كنلقاوش آثار لهذا الشيء الناس كتعاني راه اليوم في دوجامبير عادة خص الفلاحة كلهم يكون عندهم الزريعة ديالهم ويكون عندهم المسائل ديال الأسمدة وكذا اليوم الفلاح غادي ما عارفش البوصلة فين غيشد لأن كاين اشكاليه حقيقيه معرفتش ما ما واش كتعرفوا شحال كيسوا القنطار ديال الزرع اليوم الفلاح بسنتين متراكمتين ديال الجفاف زائد يعني كوفيد اللي مر به حتى زائد الامور اللي هي ديال ديال الغلاء يعني ديال الحرب وهذا فهو حتى هو كيخص اللي عليه هذا الفلاح هذا اليوم كنلقاو حتى من ناحيه ديال المحروقات وهو المهنه الوحيده زعما اللي ما كاينش اللي كيهضر عليه وانت كوزير السيد و كوزير على القطاع ووصيع القطاع واش هاد الناس هادو ما كيبقاوش فيكم علاش الحرفيين والقطاعات الاخرى كلهم استفدوا يعني من التخفيض بالنسبه للمسائل ديال المحروقات هذا الفلاح مسكين حيت ما كيخرج وما كيديرش الاضرابات وما عندوش النقابات اللي وقفوا حتى حق يعني سميتو بالتربيه ديالهم وبالاخلاق ولهذا اليوم الفلاح راه ضبر اليوم الفلاح ما بقى عنده في نسبر خاصنا نلقاو حلول والا هذيك 75 مليون قنطار اللي انتم بنيتوا عليها في اخر المطاف الناس ما غاديش يزرعوها السيد الوزير هذا كون هذه حقيقه توقيت <applause> السيد